طموح في شيء وغزل المحلة خلاص. ودي كرة حلوة، هل نشوف حاجة حلوة بالفعل؟ الحاجة الحلوة أخيرا إسلام في الدقيقة 83 بيضع الفرحة والسعادة ويدينا اللقطة المضيئة اللي انتظرناها 82 دقيقة في أحداث هذا اللقاء. وعلى سيرة الأهداف، إسلام اللي حاول مرارا وتكرارا أخيرا بيأتي ويجني ثمار محاولاته، ولكن بص شوف الحكاية، وبص شوف الولد البديل عبد الرحمن خالد، يا ولد حلله المشكلة بلمسة، وهو ده الفكر، وهو ده الأسيست، وادي اللمسة ما بين الأقدام على طول. إسلام فؤاد يحرر اللقاء مشاهدينا ويضع هدف أول افتتاحي في أحداث اللقاء، وهدف التقدم للذئاب على أسوان علشان تصبح النتيجة 1 المقاولون العرب لشيء أسوان. بص عبد الرحمن عمل إيه، عمل 80%. رؤية أيضا مش مظبوطة، ودي الكرة مرة تانية، ودي محمد ماجد بيلعب كرة، والهدف الثاني، الهدف الثاني. إسلام النهاردة بياخد تمريرتين هدية، الأولى من عبد الرحمن خالد والتانية متقشرة هدية من محمد ماجد قنش. قلت لحضراتكم عايز يبقى ليه بصمة، ولكن عمل البصمة بالتمريرة الأسيست، وواضح إن في مولود جديد ليه إسلام فؤاد بيحتفل بيه بعد الهدفين وبعد اللقطتين وبعد السجدتين لمحمد عودة مع هدفين المقاولون العرب، اللي بيؤكد تفوقه وبيقدم أداء متميز جدا جدا مع مديرهم الفني الشاب محمد عودة. استحق الثلاث نقاط واستحق الوصول مشاهدينا المقاولون العرب إلى النقطة 38. هذه الكرة تحرك حلو وفيها إيثار وفيها جمال وفيها إبداع من محمد ماجد قنش، وفيها